السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله راح ندروكم جيم بلاي جديد. نعم مع جيم جديدة. الجيم مازالت هي بصح يعني السيريس ماشي الجيم السيريس مازالت هي السيري تاع دارك سولز. اليوم رانا مع دارك سولز 3. نعم نبدأ الجيم بلاي تاعنا ان شاء الله تكونوا لاباس عليكم. طولنا عليكم شوية هذه المرة للأسف، راكم عارفين السبب وشنهي. احنايا الجيم بلاي تاعنا هم برعاية انفصالة الجزائر. السبب هي انفصالة الجزائر درتها بينا، الله غالب ما رانا راح نديرو في والو، رانا في حكمهم. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the Lords go. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. راوك من السينيماتيك على حسابها. مميزات نتاعو يعني amazing graphic. نبداو السلكشن تاع الكاركتر تاعنا. نبداو بالنيم، طبعا النيم كما العادة dead one. اوكي male young. الكلاس راح نخير knight. yeah خيرو knight. Royal gift. نديرو life ring. Life essence. شوفوا هذه fire gem. خلينا نديرو fire gem.
نديرو هذه فيس صح فيس كيما هو خلوه appearance نبدلو بركة في الشعر ورا ورا فيس 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 ديتو هير ايوا نديرو هذه الكوبة هذه مليحة صح تك التحفيفة ايوا ونديرو فاينل ونكملو فاينل لايز دام يجيبوا واحد الكلمات تما فريمون يحرجونا قدامكم يا رب على بالهم باللي حنايا معنا النيفو تاعنا نتاع اللونجلي ماهوش نيفو حية يحرجونا قدامكم اي معليش هذه هي البداية الجرس راهو يارين كما حكيت قبيل في السينيماتيك وهنايا ينوض الكاركتر تاعنا من الكافن ولا الجريف نتاعو كما تحبوا هذا هو الكاركتر تاعنا ونبداو البداية تاعنا مع Cemetery of Ash Ashen One نبداو طبعا الجيم انا يعني جربتها قبلكم جربتها باش نشوف كيفاش المابين تاع الكيز نبداو راح نجيبو هاد الايتم منا Soul of Desert Rift Corps باش نجيبو souls من هذيك الايتم هنايا في Dark Souls 3 هي بالتقريب يعني تشبه Dark Souls 1 في الجيم بلاي والستوري والستايل تاع الجيم ودي شوية من الاميزين جرافيك نتاع Bloodborne دي من هالجرافيك والله متمني باش نلعب هذا Bloodborne بصح للأسف ما عنديش PS4 وراكم عارفين باللي رانا عايشين في الجزائر المدخول ضعيف جدا رانا البي سي ديجا ورانا حاصلين فيه معليش كاين هذاك البلو ميتر اللي جايبين تاع الدم وتاع ستامينا هذاك جديد في دارك سولز هو طبعا جايبينه من ديمون سول 2009 PS3 هو تاع سبيشال اتاك سبيشال موفز نعمروه بهذيك الاشن استوس نعرفكم ب يو نعرفوكم بهذا الجاينت ليزرد special moves shit كريتنا الموت وش اعطانا تيتانيت سكيل احتاجوها في الابجريد تاع الويبنز بدينا حاجة يعني حاجة شوفوا راه الناس بزاف راه ميتة هنايا في هاد الارياس راه مو سهل هذايا مزية لي عاود رجعت الايتم هذي نسيتها هيا بيان نكملو الطريق تاعنا Cemetery of Ash يعني هي توتوريال للجيم كالعادة كما الاندد اسايلم عقلية واحدة
قلت لكم السما راهي تتبع في دارك سولز 1 فيرست بونفاير ان ذا جيم. ريحوا فيها ولا ما ريحوش؟ ريحوا باش نعمروا الاستس فلاسك. وجبنا كيفاش يقولوا لها صبروا حتى نديرها باش نفكرها وليت ننسى بزاف. جيستر نتاع نتاع الترياح هذيك الجلسة هذيك. Yes, good. مالو ولي شيت راه موتها بزاف هنايا. وين جيت انت؟ والله ما شفناكش. نكملوا طريق. نعم 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 ياه يا مليح. تيتاني شارد بلنجين اتاك وو شاطانا كليريك يا بيانس. شيت 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 فاير بومب مليح راه عطانا. كليريك ساكرد كايم ولا تشايم ولا اي دونت نو ما على باليش. نكملوا طريق. يا بيان هذا هو الفيرست first boss for the game. Ludex Gander, remove the sword. Sorry, Ludex Gunther. Sorry. دينا من عنده هذا coiled sword و ember restored. وش قصية الامبر هذه؟ الامبر هي كيف كيف مع الهيومانيتي. على حسب شو راني نشوف هنايا. كيف كيف مع الهيومانيتي. هنايا نحو الهالوين. وش هي تروح لنا الامبر. نكملوا الطريق بلا ما نريحوا في البونفاير. راكم تشوفوا الجرافيك الله يبارك اميزين. Broken Street Sword. من نشوف وش مكان. Nothing. كان والو. ممكن. نروح نشوف هذا ذا شو راه يستنى هذا. هيا وداع صديق. Shit ما طاحش. أول مرة ما يطيحش معليش ما يهمناش. جماعة هذي. فيندين سول شربوا شوية بس نروح نكملوا.
dogs. Dogs. I hate dogs. الامبر انا لقينا امبر. ديروها في بلاصة الـ humanity. هيا وهنايا رانا وصلنا لهذا البلاصة اذا تفكرتوا. Firelink Shrine. Yeah, هذه هي Firelink Shrine. نهودوا منا نحكوا مع هذه. Welcome to the bonfire, unkindled one. I am a firekeeper. Firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side. اوكي هذه هي اللي نديرو عندها ليفل اب كيما دارك سولز 2. مازال ما ندير ليفل اب. هنا نكريو بون فاير بهذاك كويل سول. بون فاير ليت ومع هذه راح نقول لكم تهلاو في رواحكم في الحلقة الجاية ان شاء الله نتلاقاو. اي السلام عليكم وشكرا على المتابعة تاعكم. نعم